بتلعب عليه زياده عن اللزوم رغم التكوين لايف سنسير 200 لايف سنسير. فبالتالي عندنا عشان نصنعه بتصنع بمعدل ما بنتكلمش في كده، فبنغطيه طبق من السيراميك عشان تقدر تتحمل درجات الحراره دي. المعدل عندنا من ضمن التصنيع دي بغير ورق السيستم عشان عندنا مستعملنا فيها الكوبليت دي، مستعملنا السيراميك
وده القوه الصغيره اللي بتطلع من الطياره بنسبه 25% على مدار الطياره المتنقله بس الفلوس ده هي وجود فيها. ودي اسباب اللي بتستعملها في الطيارات الحديثه اللي هتبدا تبدا تنزل السوق 2020. زمان لحد اخر 50 سنه كانوا بيستعملوا صناعه النيكل بيزد سوبر الويز وقبلها كانت مرة عاملين ثانيه مهندسين الالمان كانوا بيستعملوا نسيل بس نسيل كان بياخد فتره تشغيل 14 ساعه بس وصناعه النيكل كانت بتاخد 24 ساعه تشغيل. دلوقتي تاخد تشغيل اكبر المده تخص 45,000 ساعه بتاع بس.